فراخ المقرمشه بنجيب الفرخه نقطعها ل 12 قطعه، بدايه من الجوانح للفخاد للصدور وهكذا، ونسلقها نص سلقه، سلقناها نص سلقه بناخدها بنحطها في الثلاجه تاخد عمليه التبريد، تطلع من الثلاجه بنكون مجهزين التوبنج بتاعها عباره عن معلقتين من النشا مع بطين مع شويه بهارات حلوين من التوم البودر والبصل البودر، ونخلطهم مع الدجاج. لازم النشا، ناخد الدجاج من البيض والنشا والتوم البودر والبصل البودر يا ست الكل يا امي يا حاجه، ننزله فين؟ في البقسومات او رقائق الذره اللي هي الكورن فليكس، تكون مطحونه ناعمه، نقلبها تقليبه وندخلها تاني الثلاجه، بيكون عندنا زيت شديد الحراره، بنحمرها على مرتين، المرحله الاولى في زيت متوسط تاخد وتتلدن كده زي الفل وتنزل السوائل بتاعتها، المرحله الثانيه الزيت يكون شديد الحراره، ننزل بقى في قلب الزيت تطلع معاك مقرمشه. وعشان الكلام الحلو وعشان صلاه النبي والمولد النبوي والكلام الحلو اللي سمعتوه لي دلوقتي على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، انتظري مني بكره ان شاء الله في بدايه الاسبوع نعمل لك احلى فراخ كريسبي مقرمشه يا امي.